الأهم الأخبار والأحداث الرياضية. 34 دقيقة. تحية الأحرار لشعب الأحرار، تحية الأحرار للمقاومة في فلسطين ولكل الشعب الفلسطيني الأبي الجبار. نصركم الله، أيدكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله. قلوبنا معكم في فلسطين، عيوننا تدمع، قلوبنا تدمع، ولا نملك إلا الكلام ونملك دعاء والدعاء الرب العالمين. وثقتنا في ربي كبيرة مهما تأخر النصر. حاتم برهاش، الإحساس اللي تقسمناه الكل هو إحساس العجز، العجز من ردة الفعل، العجز حتى تسمع كلمة حق، معناها تغقى روحك في وقت ما معزول وحاجز، والإحساس هذا معناها إحساس خايب برشا، وعشناه برشا مرات. أم العربية عاشته برشا مرات، عاشته في صبرة وشتيلة، عاشت نحن عشناه التوانسة هنا. يمكن أنتم مصغر مني ما الحاج وين نتفكروا الضربة اللي صارت على حمام شط، راهو وقتها نفس إحساس العجز. في حرب العراق نفس إحساس العجز، وقت العالم الكل واحد جاب دبوزة فيها غبرة بيضة وقال هذويا يصنع فيهم صدام وبش الدمار الشامل. والا حتى فرنسا معناها عملت ديسكور، اما الحكايه فارغه بعديش خليه اطلقوا ايديه. معناها بعد ساعات تجيك حاجات هكا اللي تعود ترجعك لسنوات، وتعود ترجعك لحاجه بشريه الغالبيه للاقوى. معناها يكذب علينا وقت يقول لك بعد الحرب العالميه عملوا لوينو، شنو عملت لوينو؟ هاك القرارات متاع لوينو وين وصلت؟ رام يا حاتم رفضوا وقف اطلاق النار، راهو دول صوتت لرفض اطلاق النار على شعب اعزل. الدول هذه سفراءها موجودين في الامه العربيه وياكلوا ويشربوا وامن وحمايه ومليارات تصرف في حمايتهم. ما نعرفش الحقيقه المره اللي يلزم نفهموها، راهو هذي كلها شعارات، والمساواة شعارات، وقبول الآخر شعارات. وهنا نراو نحن بعد ساعات هناك نعملوا تيرادة ونبدأ نقولوا العبيد اقبلوا بعضكم، اقبلوا اختلافكم. إبانو نحن إشانتيوم العالم هذي اللي الأغلبية للقوة، دونك نحن يلزمنا نكونوا أقوياء. يزي ما خممنا، يزي ما كل الشعارات والميساج، يلزمنا نخموا في رواحنا، يلزم هذوما الكفوف يفيقون على رواحنا، يبزلنا نخدموا على أجيال وأجيال، مش معاش نقعدوا هكا، مش معاش نقعدوا هكا تحت رحمة قرار، تحت رحمة يبعثوا لك إعانة من البرة، تحت رحمة الحكام. الحكام يظهر لي أنا حتى حاكم ما عاد ينجم يقعد من هنا للسنوات الجاية كيما هكا، يعينوه لك الدول هذوما باش يخدموا بهم مصالح، ما يخموش فيك جملة. البارح تتصور انت واحد منهم عندهم الشجاعة باش يتكلم وباش يدين حتى مصر؟ شنو الفرق بين الإدانة المصرية والإدانة؟ ولا رئيس خرج للميديا البارح، ولا رئيس خرج يتكلم، بس اثنين رئيس توسي تنحكيوا لهم بعد، تنحكيوا عليهم بعد، ولا رئيس خرج وتكلم وخرج وعمل خطاب بين وجوه خرج يتكلم. مش عادي، معناه أصل الحكاية تقف في ورقة ونهاية الحكاية ورقة، تنديد. بيان تنديد تنقراوا عباراتهم بعد شوية، بيانات التنديد وخيبة الأمل الشاملة. كل الرؤساء العرب، كل رؤساء الدول المسلمة، كل رؤساء الدول المسلمة، هذا اللي زاد راهو لازم ياخذوه بعين الاعتبار. من اندونيسيا الغير ماليزيا للبلدان، ولا حاجه تشفي الغليل. بيان كيف مخجل لمن اعتبر ويعتبروه البعض قائد الامه، رجب طيب اردوغان. ما نعرفش، خيبه امل كبرى في كل الزعماء. مانيش متفاجئين بهذا، منتظر، اما مش في الحدة، في ما يحدث نظرا لما يحدث، تصورنا انه قليل من الرجوله تتحرك بداخلهم. الحده هذيك سمحني يا مان امي، ريت الحده هذيك قلت جوستيفي، تنجم تعمل بيان نتاع رجله كما نقولوا بلغه افكتيفمون. ما يلوم عليك حد ما يلوم عليك حد، لانه هو فات كل الخطوط الحمراء. يفوت انت خط احمر حاطه روحك وحده، ما يلوم عليك حد، فوت خط احمر اميمه.
75 عام للشعب الفلسطيني قاعد يعني يعيش في مظلمة كبيرة، قاعد يموت يوميا. مش أول مجزرة، أنت قلت قبيلة اللي هذا هو أسلوب الكيان الظالم والكيان الشيطاني. يعني نقول مجزرة طنطورة كانت عام 48، مجزرة خان يونس 56، مجزرة كفر قاسم عام 56، بتبيع مجزرة صبرا وشتيلة 82، وآخر مجزرة اللي هي صارت البارح. اليوم الفلسطينيين ملوا وكلوا من التنديدات، ملوا من التضامن، ما عادش حاجتهم بالحب، ما عادش حاجتهم ان احنا نقول واحنا معاهم، ما عادش حاجتهم بالبيانات اللي تندد. اليوم كي تتفرج البارح صغار ميتت، صغار راكي تتفرج ساعه قبل وساعتين قبل الفيديو اللي دارت وهما يلعبوا، ناس لاجئه اكثر شيء من مستشفى، اكثر شيء من مستشفى، يعني ناس لجأت للمستشفى باش يتحاموا فيها. وهالكيان هذا ولا عامل قدر لحتى حد. شنو الهدف اللي يحبوه؟ يحبوا يقضيوا على الشعب الفلسطيني، يزينا من التنديدات. اليوم يلزم الرد يكون بنفس الطريقة، نفس القسوة اللي قاموا بها، نفس الطريقة اللي يزم يكون رد صاعق. سمحني قاطعكم ما خاطر.